الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة. وأذكركم بشجرتنا التي نبنيها، سنتحدث عن الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. تحت الإسلام قلنا في ثلاث جوانب رئيسية: الشريعة وتحدثنا عنها وعن مقاصدها، والأخلاق ونحن الآن فيها، ثم سنتحدث عن الإيمان. الآن قضية الأخلاق، أنا حدثتكم في الحلقة الماضية أن الإسلام ما جاء بأخلاق جديدة وقيم جديدة، الإسلام جاء يتممها. ماذا نقصد بيتممها؟ أذكركم أن هناك أخلاق حسنة البشر اتفق عليها، الإسلام أقرها: الصدق والأمانة والتواضع وغيرها. وهناك أخلاق سيئة اتفق البشر على سوءها: الكذب والخداع والغش والسرقة والظلم. هذه جاء الإسلام يقررها. طيب لما نقول جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق، ماذا نقصد؟ نقصد المنطقة التي بينهما اللي ما هي واضحة، منطقة الشبهات هذه. فجاء الإسلام وقام أعطى فيها أحكام وجاء فيها قواعد عشان يحافظ عليها وعشان يعالجها، ودخل في تفاصيلها. يعني خذوا مثلا قضية بر الوالدين. بر الوالدين هذه مسألة عظمها الإسلام وجعلها من الكبائر، عقوق الوالدين كبائر كبيرة من الكبائر، حتى إلى درجة أنه لما يذكر عقوق الوالدين يذكرها دائما ومعها يذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى، فعظمها تعظيم كبير جدا. إذن جئنا لبر الوالدين وأعطيناه وزن أكبر. طب بر الوالدين موجود في الغرب، هي موجود لكن ليس بنفس الوزن. فإذن التكملة من جانب هو المستوى، جانب آخر أن جاء لبر الوالدين. هذا لحظة، قال لحظة فيها تفصيل، لما يأتي الجهاد في سبيل الله أقدم الجهاد ولا أقدم بر الوالدين؟ قال يعتمد على حالتك، يعتمد على حالتك. إذا أنت عندك إخوان آخرين ولا أهلك شباب يستطيعوا أن يديروا أنفسهم، ففي هذه الحالة لا، روح جهاد. لكن إذا الوالدين كبار في السن أو مرضى مرض شديد وما في أحد يرعاهم غيرك أنت، جاء النص ألك أبوين، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الحالة، عند أبوين كبيرين في السن وما عندهم ولد غيره وحيد، قال ألك أبوين؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. بس هذا الأمر ليس لجميع الناس لهذه الحالة. إذن جاء للحالات، قال اسمع، دين عقلاني، هذا دين عقلاني. نعم سنقدم الجهاد على أنفسنا وأهلنا، لكن إذا الوالدين سيضيعان بسبب هذه المسألة ففي هذه الحالة لا نقدم الحفاظ على الوالدين. أنا اليوم كنت أقرأ في الأخبار أن لما انتشر وباء في الصين وحجروا على بعض الناس الذين أصيبوا بالوباء، واحد من الذين حجر عليهم عنده ولد معوق ما يرعاه غيره، حجروا عليه بدون ما يرتبوا احد لهذا المعوق، فمات المعوق لان حجروا على هذا المريض، موت واحد مسكين ايش ذنبه؟ الاسلام ما يسمح بمثل هذا، ما يسمح، لابد ان نعالج مثل هذه الحالات. والاسلام جاءت احكام كثيره جدا في هذه المساله. الان ما الفرق مع ذلك؟ مع كل هذا هناك فروق رئيسيه بين الاخلاق واهداف الاخلاق في الاسلام وبين الأهداف الأخلاقية في المجتمعات الأخرى. الأخلاق في المجتمعات الأخرى منطلقها إما إنساني، الرحمة ومساعدة المحتاجين، هذه موجودة حتى في الغرب، يعني الغرب ليس مجتمع حيواني، لا طبعا في ناس عندهم رحمة وناس عندهم إنسانية، ليس كل الناس يعني تخلوا عن إنسانيتهم، بالعكس على فكرة أكثرهم عنده إنسانية وعنده رحمة. يجب أن نعرف حقيقة تقييم الناس لا نخطئ، وهذا موجود على فكرة في الحديث في البخاري في مدح الروم، ارجعوا إليه إن شئتم. الآن الإسلام جاء وقال لا لحظة، مع ذلك المنطلقات الأهداف التي ينطلق منها الإسلام تختلف اختلاف جذري عن المنطلقات الغربية. فمن المنطلقات التي عندنا أن ما هو هدف الأخلاق، احنا نتكلم عن الأهداف، ما هو هدف الأخلاق؟
الهدف الرئيسي الأول هو أن نرضي الله عز وجل، غير أن نحقق إنسانيتنا، نرضي الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شهيد علينا، يعرف حقيقتنا، ظاهرنا وباطننا يعرفها. وبالتالي قد بعض الناس حتى في الغرب مثلا يرحم، بمعنى يتبرع للمساكين، لكن ليس له هدف حقيقي التبرع للمساكين، هو هدف ان سوشيال ريسبونسبيليتي، مسؤولية اجتماعية ولا شهرة ولا غيره، هذا كله موجود عندنا وعندهم. ولذلك الاسلام جاء قال اسمع، انت تعمل صدقات وانفاق اعمل، لكن هل ستؤجر عليها يوم القيامة؟ يعتمد على نيتك. وذلك من اول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل غني ينفق يتصدق على الناس، لكن ما عنده هدف الله، هدف ان يقال عنه غني ومنفق ويعني صاحب خيرات، ما عنده هدف، ما عنده نية حقيقية. فهذا يأخذ المدح الذي يريده حصل عليه في الدنيا، هو ذا هدفه، حصل عليه، حقق هدفه، إذن لا يستحق شيء في الآخرة. وذلك من أول من يسعر بهم النار يوم القيامة. فإذن المبدأ الأول أن النية في الإسلام من وراء الأخلاق، الهدف هو إرضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى شاهد علينا. فرق آخر في الأخلاق الإسلامية عن كل الأخلاق الأخرى، أن الأخلاق الإسلامية فيها توازن بين الأحكام والكون. أعيد، أحكام الأخلاق الإسلام نفسها فيها توازن بين الإنسان والمجتمع والكون كله. شوفوا في لما درست علم الأخلاق في الغرب في تفاصيل، لكن ما وجد في أشياء في الإسلام ما وجدتها أصلا في الغرب. يعني إحنا عندنا في الأخلاق في الإسلام أخلاق شرعية في الرحمة بالحيوانات، هم الآن قاعد يحاولوا يستحدثوا قوانين لأن ما هي موجودة أصيلة عندهم. إحنا أصيلة في الشرع، يعاقب الإنسان عليها شرعا يعاقب عليها، حتى النظافة وال يعني لا يجوز الإنسان يقضي حاجة أجلكم الله تحت شجرة في على طريق الناس لأنه سيؤذي الناس، ما يجوز هذا وأمثالها. فجاء الإسلام ليتوافق مع كل شيء. وذلك شوفوا قضية احنا حماية البيئة، عندنا حماية البيئة احنا لا نتعامل معها تعامل قانوني. اليوم صراع غربي على محاولة إقرار قوانين لحماية البيئة، لا لا، احنا عندنا اذا فهمنا الإسلام فهم صحيح، حماية البيئة جزء رئيسي من أهداف الإسلام. ليش؟ لأن احنا عندنا آيات كونية، آيات في الكون، وعندنا آيات تكليفية كلفنا الله سبحانه وتعالى بها بالشرع، ما في تعارض بينهم. ما يجوز احنا نهتم بالدين والصلاة والعبادة وندمر الكون، ما يصير، ما يجوز. لأن احنا الله سبحانه وتعالى أعطانا منهجية، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا الله سبحانه وتعالى جعلها بأيدينا عشان نستفيد منها. بعدين ايش قال؟ قال ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد، ممنوع هذا الفساد، افساد الارض، افساد البحر، افساد السماوات، ممنوع، لانه يتعارض مع اهدافنا الاخلاقية. اذا احنا عندنا توافق اخلاقي بين الفرد والمجتمع والكون كله، فهذه الكونية وهذه الآياتية كما يسميها بعض العلماء جميلة جدا، هذه من أهداف الشريعة الأخلاق الإسلامية. من أهداف الأخلاق الإسلامية ومن قواعدها الرئيسية اللي أنا شرحتها لكم لما تكلمت عن الضرورات، الوديعة، أن الإنسان جسده وماله وعقله وأسرته والأرض، هذا هو لا يملك شيئا منها، هي وديعة عنده يجب أن يعيدها لصاحبها بدون ما يتلفها، هذه وديعة، وشرحتها لكم بتفصيل، ارجعوا لحلقة الضرورات تجدوها فيها.
فما يجوز لي ألعب بجسدي ولا ألعب بأسرتي على كيفي ولا ألعب بالأرض ولا أنا ما أملكها، هذه لا أملكها، ولا ألعب بأموالي ما أملكها. فالأخلاق الإسلامية عندها هذه الفلسفة التي وراها، أنت لا تملك، أنت مؤتمن. مبدأ آخر رئيسي جدا، وهو أن مصدر الأخلاق مصدرها من أين عندنا في الإسلام؟ مصدرها من الفطرة، الله خلقها فينا. شوفوا في بعض النظريات الغربية الفلسفية، أنا درست شوية في الفلسفة، يقول لك الإنسان يولد صفحة بيضاء بعدين يكتب فيه الأخلاق والقيم هذا قرار. بالنسبة لنا كمسلمين هذا كلام غير صحيح، والإسلام واضح جدا في هذه المسألة. يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، هذه التسوية لها معنيين، سواها يعني في أحسن مستوى، في المستوى العالي التسوية العالية، وسواها يعني متساوية، فألهمها يعني جعل في فطرتها، فألهمها فجورها وتقواها، فيها الفجور فيها التقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو خلق فيك الاستعداد للخير والشر وجعله فطرة، أنت اللي تحرفه يمين أو يسار، هذا قرار بإيدك أنت كإنسان، وتؤجر وتعاقب بناء على هذه المسألة. وآخر مبدأ، وهو أننا مسؤولين ليس فقط عن أنفسنا، مسؤولين عن الجميع. عندي مسؤولية اجتماعية، عندي مسؤولية تجاه المستضعفين، وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين، تقاتل جهاد من أجل المستضعف حتى لو ما كان مسلم يجب أن ندافع عنه. فإحنا مسؤولين عن جميع ما في الأرض، هذه منطلقات الأخلاق في الإسلام، ولذلك تختلف جذريا عن الأخلاق في العالم كله. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن أهداف الإيمان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.